الأستاذ محمد الشعري، ولي مع هذا الرجل موقف لا يعرفه. عندما كنا صغارا وكان يأتي لنا في الصعيد أو تأتي إلينا في الصعيد مجلة الهلال، كان ما باعي الجرائد مجلة واحدة، وفي شهر من الأشهر رأينا أن مع بايع الجرائد ربما 50 نسخة من مجلة الهلال. فسألناه لماذا هذا التغيير، فقال نصا الرئيس تغير. كان هذا الرئيس هو المؤرخ الكبير الأستاذ محمد الشعري. تفضل. كبير هي كانت تجربة مهمة أي رجل على أي حال. النهاردة متابعين في ذكرى حياة عظيمة جدا في 5 أكتوبر، وإخواننا في الجمعية الثقافية أكيد الاتفاق مع صديق العزيز محمد المسعيدي عاملين عنوان يعني رائع الحقيقة عن فكرة الوحدة الوطنية في الانتصار. رغم إنه الحقيقة في المسائل الوطنية ما عندناش بطاقة منشأ مين مسلم ومين مسيحي. عندنا بيتنا مصري، قبل احنا لما بنروح في البطولات الوطنيه يكفي ان احنا نحط كلمه مصر، ده شيء مهم جدا. لكن طالما انه الندوه عنوانها كده، احنا عندنا الحقيقه مجموعه من الرموز لاشقاء الاحباط في انتصار اكتوبر. قبل ده بلاد الصعيد برضه استاذ محمد رحنا مره رشيد نقاده في القناة، ودي ابرشيه بيرتاحها 7 اجواء، منها الدير اللي اتصور فيه خالد صفية والدير، مسلسل عبقري بتاع عمنا طارق اللي كان مطلع عليه الله يرحمه عامل فيه دور عمره وعمر حليم، يعني كان مسلسل حلو قوي. اعتقد بعضكم شاف، اعتقد ان المسلسل يمكن الشباب الصغير ما شافوش، لكن ده مسلسل حلو قوي قوي. ف القصه المسؤول عن الرئيسيه طلب ان تاخد مجموعه صحفيه يكتب كل واحد يكتب حاجه في دفتر زيارات الرئيسيه. فانا كتبت جملتين بعد كده الحقيقه ابتديتهم في عشرات المقالات والكتب بتاعتي، لانه وجدت ان هم حاجه اسمع انها مهمه. فبدات طوبه للمتحابين، طوبه للمتسامحين، طوبه للمسلمين والمسيحيين، عنصر واحد في امه العقائد. احنا ابدا مش عنصريين، يعني فكره اللي يقعد يقول لك عنصريين هم، احنا مش عنصريين، احنا عنصر واحد. لدرجه انه اللورد الليمبي كان بيقول انه انا في مصر لا اعرف من المسلم ومن المسيحي الا اذا دخل ده الجامع ودخل ده الكنيسه. وجم علماء الانثروبولوجيا واثبتوا ان الشعب المصري 97% ونص من جيناته متشابه، وده تقريبا انقى شعب عرقية. عشان كده لما حتى من السياسة يقول لك يا اخوانا خلي بالكم احنا ممكن نبقى العراق، نبقى اليمن، نبقى ليبيا، مش ممكن، مش ممكن. احنا ما عندناش تفرقة عرقية، ما عندناش أكراد وعرب يعني، ما عندناش تفرقة مذهبية، ما عندناش شيعة وسنة، ما عندناش قبلية، ما عندناش طائفية. ده 4 أشياء اللي بتعمل كوارث هي دي. يبقى فكره ان حد يهددنا ان احنا ممكن نبقى العراق ولا اليمن، نقول له لا، معذره احنا ما عندناش ده، ما عندناش اي اساسات المدرسه. لا عندنا مذهبيه ولا عرقيه ولا قبليه ولا طائفيه.